مين انتو وشو بدكن منا؟ مشان الله شو بدكن منا؟ ليش جبتونا على هاد المكان؟ مو شغلك ولا تكتري حكي. عادي وانت خد ربط الولد. ايه شو ليش ما ربطته؟ ما في داعي، الولد صغير ما رح يقدر يهرب. اقعد جنب امك. تعال لا تخاف حبيبي، انا معك، اوعك تخاف. ماشي انتبه لهم اثنيناتهم. استلمنا العلب وهن ساق سليم يا خال، واستنى الأخبار الحلوة، وبعدها جهز 5 ملايين دولار. تعال وانقذ الولد وبعدين ارجع على البيت ومصرياتك بجيبتك مثل البطل. كيف هالخطة معك؟ حلوة كتير ما هيك؟ ايه ماشي ماشي، استنى الأخبار مني وبعدين جهز المصاري. رح ابعث لك العنوان تجي عليه، تعطيني المصاري وبتاخد أوسكار وبتروح. تمام؟ يا رشدي عن جد حلال عليك يا بطل، عن جد حلال عليك، انت طلعت قبضاي، حلينا القصة ومشي الحال. خد هدول مثل ما وعدتك، خد هدول هلأ، نص اللي اتفقنا عليهم، وبعد ما بتخلص العملية بتاخد النص الثاني. ها مو هيك اتفقنا؟ دخيل القبضاي، انت عن جد نمر، استنى خبر مني. شو بدكن منا وليش جبتونا لهون؟ قول شي كلمة بترجاك. يا حلوة سكري تمك وما تحكي ولا كلمة، أحسن ما تجيك شي مصيبة هلأ. لا يا زلمي ما بدنا مشاكل هون. خالي أصلي خلص حبيبي، خلص خلص، لا تخاف، كلها كم ساعة ومنطلع، لا تخاف أنا معك. لا تخاف حبيبي، لا تخاف، لا تخاف. إيه ماشي، استنوا اتصال مني أنا بخبركن. خليكن أنتم منتشرين على كل المداخل وعلى كل المخارج كمان. يجيت شو بدهم من ابننا؟ ليش خطفوا ولاد الحرام؟ سونا بوعدك اني رح الاقيه لو شو ما كان الثمن، بوعدك. وعدني. عفوا سيدي، سمعت انه خطفوا ابنك، مزبوط هالحكي ولا لا؟ مو بس خاطفين اوزغور، هنن خاطفين اختك اصلي كمان. خاطفين اصلي؟ كانوا عم يلعبوا سوا بالحديقة، حاولت انها تنقذه بس اخذوها الها كمان. خلي حدا يوصل سونا على البيت. خذوا المدام سونا. أمرك سيدي. يلا بسرعة. ما بدي روح على محل يا جيت، ما اسمعيني بدي. اسمعيني، بوعدك أني رح ألاقيه بأسرع وقت. روحي هلأ على البيت ولا توقفي هون. يلا روحي معهم، روحي معهم ورح خبرك بكل التفاصيل مهما كانت صغيرة. بوعدك. وعدني. بوعدك بوعدك. يلا ما لازم تضلي هون حبيبتي. يا جيت بترجاك لا ترجع، قال له ابني معك بترجاك. اهدي، بوعدك أني رح ألاقيه. يلا يلا روحي روحي. تمام. يلا يا ابني خدها على البيت بسرعة. حاضر تفضلي. بترجعك يا جيد، لا تنسى. طيب ماشي. فرهاد وينه؟ فرهاد ألو. كنت عم ألحقهم بس هربوا مني. وينك انت هلأ؟ اللي هلأ مين هدول وشو بدهم من أوزغور ليخطفوه؟ ما بعرف وما عندي أدنى فكرة. وينك أنت هلأ؟
أنا جاي جاي. هاي دعس دعس دعس. أذكر 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 البطل. بدي أقول لك شغلة، أنت خايف شي؟ لا تخاف، لأنه هاي لعبة أذكر، بتعرف؟ هاي لعبة؟ إيه هاي لعبة، طبعاً لعبة. أنا حكيت مع أمك لأنه أبوك ما نو فاضي يلعب معك أبداً، ونحن زعلنا منه، صرنا نلعب مشان خليك تنبسط. أمنا اخترعنا لعبة، بتعرف مين هدول؟ مين؟ هدول أصدقاء من زمان، يعني صحيح إنهم مزعجين بس عم يمزحوا معنا. عن جد عم تحكي؟ إيه. أرجوك أرجوك يا لامان الشرير، فكلنا الحبل ولا تخلينا طعاماً للأسود. هو اسمه لامان؟ إيه لامان. أنا خايفة كتير، أنت كمان خايف منه؟ لا لا تخاف عن جد، لأنه هلأ الأخوة الشجعان رح يجوا ينقذونا من هذا المكان. مين هن الأخوة الشجعان؟ فرهاد العاصفة، وكمان حاكم البحار والمحيطات يجيت. شو رأيك؟ هن رح يجوا ينقذونا، وهدول الرجال السيئين رح يشوفوا شو رح يصير فيهم. اتفقنا؟ كفك فرهاد يجيت، تعالوا انقذونا. يلا قول معي، فرهاد يجيت تعالوا لهون انقذونا. هيك بدي اياك. منيح، برافو عليك. لك شو عم تخبص انت؟ قلت لك خطفت أذكر وأصلي يا خال. الخطة كتير سهلة، انت رح تنقذ الولد تعطيهن المصاري للشباب وتطلع البطل. ما كان عم بيلحقك يا جيت؟ برأيك ما رح يكون مديون بحياته لإلك لأنك أنقذت ابنه؟ شو رأيك؟ رح نقوص أصلي ونزلنا بالشارع، هيك رح يعرفوا قديش نحن جديين بحكينا. شو رأيك بهالخطة يا خال؟ ها؟ أنا قلت لك من الأول لازم تثق فيني.